وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب للضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليب نزل الجحيم ورد بني آدم وبنيه إلى الفردوس ودفن معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث يوم قام من بين الأموات المسيح قام من بين الأموات وظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلاً اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلان خريستوس أنيستي اكنكرو. النسوس أنيستي اكنكرو. المسيح قام من بين الأموات بالحقيقة قام من بين الأموات المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسله الأطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكا. لأجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طار نكسر بالدلة بغير خوف أن نطلب نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات.